اولا السلام عليكم ورحمه الله، تحيه لاخوتي الجزائريين الاحرار، تحيه للجزائريين من هذا المنبر. حنا غنبقاو بعاد على السياسه، غنعاودوا وغنقولها، واللي كيدير الفتنه الله يخلصو على قد نيتو. شوف الجزائر خصنا نعرفوا بلي دات كوب دافريك اخر نسخه، هذه اول حاجه. ثاني حاجه، الجزائر دات كوب دارام اخر مشاركه. ثالث حاجه، الجزائر باقي عندها امل باش تاهل ان شاء الله، غتضرب كوت ديفوار غتدوس صافي سالينا. دونك الشعب الجزائري ما يئش، والشعب المغربي نتمنى ما تكونش فيه هذيك الكراهيه. واحد الفئه، ما كنقولش كلشي، ما تكونش فيه هذيك الكراهيه ديال حقا حنا دزنا هما ما دازوش، بغيناهم يتقصاو، هادشي ديال البساله ديال الدراري الصغار. حنا خصنا نكونوا كونطر هاد الامور هادي. حنا خوتنا الجزائريين المسلمين خصنا نشجعوا الشعوب المسلمه، الشعوب العربيه. حنا كنحبوا خوتنا الجزائريين، وان شاء الله غادي يتاهلوا وغادي يدوزوا الكارد فينال، فهمتيني؟ غادي يدوزوا الكارد فينال وغادي نقولوا 1 2 3 فيفا لارجي، وغنتلاقاو معاهم شوفوا زوينه وغنربحوهم. حنا عادي دابا دايزه عواشر، كيف كنقول. شوف الجزائر ما عرفتش اش واقع عليهم، داك الانسجام اللي كان عندهم ما بقاش بحال عندهم عقده التهديف، داك البيت اللي ما بغاش يتماركا بقى في الهاجس ديالو صراحه. ولكن الكوت ديفوار الا فزتي عليها غتاهل، شوف غيولي منتخب اخر الجزائري الا تاهل، وعقلوا فين قلت لكم ان شاء الله. وانا كنشجع المنتخب الجزائري، وان شاء الله غيمر الدور الثمن النهائي ويمشي بعيد، وداك الساعه فاش يتلاقى معنا حنا داك الساعه نربحو، داك الساعه غنبغي المغرب. ولكن حاليا نبغي خوتنا الجزائريين يدوزوا، لانهم خوتنا في الاسلام، وان شاء الله باذن الله. الجمهور الجزائري راه عاش الرعب بهذه العباره، عاش شي لحظات اللي كئيبه بهذه العباره، لانه ما صعيب تقبل منتخب داكوب دافري عنده نقطه في الماتشات، صعيب بزاف صراحه من حقهم. ولكن الامال ما سالت، ان شاء الله التاهل دور الثمن النهائي، يترجلوا اللعب اخر ماتش. ونقول لكم اخر كلمه، راه الكوت ديفوار ماشي هي غينيا بيساو، لا كوت ديفوار كتلعب كره، غيكونوا مساح الاخرى راه بزاف، كلشي راجع للور، قاتلين بحال لاعبين مع البرازيل صاحبي بزاف، راه سي نورمال المنتخب ماشي بحال حنا. نكونوا واقعي، حنا فاش لعبوا ضدنا غانا، راه غانا لاعبه ما داير، ما كتقولش المغرب، راه عادي كتبان المغرب عاديه، ولكن راه الجزائر راه الحامل اللقب، سي نورمال غيكون داك اللعب كرويه هذه، هادشي اللي كاين. ومازال الماتش الثالث ان شاء الله، 1 2 3 فيفا لالجير. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.